أسعد الله أوقاتكم. إحنا من داخل متحف خانقين، انتظروا جولتنا القادمة من داخل متحف خانقين. متحف خانقين اللي أسس القيادي محسن علي أكبر، وقدام التبرعات اللي قدموها أهل خانقين. إحنا هسه يم الكاتب الخانقيني عبد المجيد لطفي. عبد المجيد لطفي، وشوفوا القريولة والأشياء مالته، هاي كلها عائلته تبرعت بيها للمتحف. انتظرونا بتقاريرنا القادمة عن متحف خانقين الحديث اللي تأسس هاي المدينة، اللي هي تعتبر بالحضارة خلي نقول جزء من التراث الكرماشاني، مو صحيح كاتب؟ صحيح، قريبين من بعض. قريبين من بعض، قريبين. نفس التراث الكرماشاني يعتبر هنا عندها طابعها الكردستاني المختلف. نفس الروحية. نفس الروحية، نفس الروحية. وياكم زهرة زندنة وكاك ماجد، منتظر تقاريرنا. ماشي. مبطنة كتشونة. شب شب زنقرد يا مجد.